بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أصحاب المعالي والسعادة، الفائزات والفائزون، الحضور الأكارم، سلام الله الرحيم ونعمائه عليكم. وبعد، نرحب بكم في هذه الاحتفالية المميزة التي نكرم من خلالها الفائزين بالدورة الأولى لجائزة سرد الذهب، والتي أراد من خلالها مركز أبوظبي للغة العربية تكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية والإضاءة على أعمالهم النوعية التي شكلت علامة فارقة في الثقافة المحلية والعربية ورصدت تفاصيل ماضي المنطقة العربية وحاضرها وعبرت عن أحلامها وتطلعاتها. لقد تجلى في جائزة سرد الذهب في دورتها الأولى عمق الروابط بين المبدعين في العالم العربي وبين فن السرد الذي تمتد جذوره عميقاً في الثقافة العربية، وذلك من خلال أعمال ومشروعات استثنائية أتت بمضامين جديدة ونوعية تسهم في إثراء المكتبة العربية. فلنشاهد معاً فيلماً تعبيرياً عن هذه الجائزة. هل تساءلت يوماً ما الذي يجمعنا؟ ما الذي يربطنا بالماضي ويضمن لنا حضوراً في المستقبل؟ أجداداً وأبناءً وأحفاداً عابراً بنا الزمان، ما الذي يصلنا بالآخرين من حولنا ويجمع أرواحنا عابراً بنا المكان؟ مهما اختلفنا وأينما كنا، يتحرك وجداننا الإنساني استجابة للخيوط الخفية ذاتها، ليثبت أننا كلنا جزء من حكاية أكبر. لكل منا حكايته الخاصة وبصمته الفريدة، تتشابك خيوطها وتتقاطع كمنسوجات جداتنا. كلما زاد تعقيدها وألوانها ازدادت جمالا ومتانة، وفي كل مكان هناك من يحمل حكاياتنا أمانة ويمضي في سردها الثابي، يشد خيوطها ليقربنا من بعضنا، يتحدث بلساننا وينقل قصصنا وخبراتنا. ليبقى أثرها كنزا للأجيال القادمة. اسمحوا لي أن أدعو سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكوراً. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، معالي محمد بن خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، أصحاب المعالي والسعادة، الفائزين الأجلاء، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حسن الظفرة الحافل بعبق الحضارة وأمجاد التاريخ والحكايات الذهبية، أرحب بكم في احتفال سرد الذهب، الجائزة التي انبثقت من فرائد أشعار الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. لقد وظف الشيخ زايد
مفردة السرد في بيت يدل على اتساق المعنى وانضباطه. يقول: كنت عارف ما به وريته، دارس سرده مع عرابه. وجاءت مفردة الذهب في بيت آخر لتدل على جمال الشكل، يقول: طرزه وعناه في الحال من ذهب ومزين حروفه، ليصبح العنوان المستوحى من أشعاره بليغاً في الدلالة على الجائزة التي تسعى إلى تقدير الإبداعات في مجالات السرد المختلفة، فتحتفي بالسرود الشعبية وبرواة السرد وبما يقام حول هذه السرود من دراسات وبحوث وترجمة، إضافة إلى اهتمامها بالسردية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش والإيمان بالمشترك الإنساني. الحضور الكريم، احتفاءً بمنظومة القيم الأصيلة التي تشكلت وشكلت ركناً رئيسياً من رؤية الشيخ زايد، يسعدنا أن نحتفي بالفائزين في الدورة الأولى من سرد الذهب برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ونشكر أيضا الشكر الجزيل الشيخ محمد بن حمدان بن زايد على حضوره وتشريفه الحفل. ومن بديع ما قال الشيخ زايد: بيوت البدو من قاده كل يوم إلهم لف، عندهم إنس وسعادة وفيهم طيب وشرف، فيهم صبر وجلادة شوفهم يبري الحسف، ويكثرون اعتادة البن يوم تحف. هي أبيات بليغة تؤكد منهج الابتكار والتطور الذي يميز حضارة الإمارات وعاصمتها أبوظبي، حضارة متمسكة بمنظومة قيمها الأصيلة ومنفتحة على الجديد، ساعية بشرف وكرم ونخوة وصبر وجلد نحو كل ما فيه سعادة الإنسان. هو الأمر الذي تؤكده كل يوم أقوال وأفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ابتكار في الجمع بين محاسن البداوة والحضارة، كما في بيت شاعر العربية الأكبر أبي الطيب الذي طالما تمثل به الراحل الكبير الشيخ زايد: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. الحضور الكريم، نحتفل اليوم بنخبة مميزة من المبدعات والمبدعين، ففي فرع القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة تشارك الجائزة 4 فائزين من المغرب: هدى الشماشي وعبد الرحيم سليلي، ومن مصر راني أحمد هلال ومحمود سعيد محمد، وقد تميزت سرودهم باللغة المكثفة الجميلة والقص المحكم وإجادة استخدام التقنيات لبناء أعمال تبشر بمستقبل فني واعد. وفي فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة فازت الكاتبة لولو المنصوري من الإمارات بالجائزة عن مجموعتها القصصية عندما كانت الأرض مربعة، لنجاحها في استلهام البيئة الإماراتية بمخيلة غرائبية على نحو فني مميز. وفي فرع السرود الشعبية فاز الدكتور عبد العزيز المسلم من الإمارات
عن كتابه بنات واقواق وحكايات أخرى الذي قدم فيه 30 حكاية شعبية بتقنية مبدعة لإحياء الموروث القصصي الشعبي في ذاكرة الأجيال الجديدة. وفي فرع السرد البصري فاز بالجائزة المخرج محمد حسن أحمد من الإمارات عن عمله السينمائي الزهرة التي لا تموت لمحتواه الإنساني وتصويره المتقن وحواراته القصيرة وقدرته على الجمع بين البعدين المحلي والإنساني المشترك. وفي فرع السردية الإماراتية فاز الروائي الفرنسي جيلبير سينويه عن روايته الصقر الصادرة بالفرنسية عن دار غاليمار لقدرته على توظيف السرد الروائي من أجل تقديم شخصية الأب المؤسس الشيخ زايد رحمه الله بكل ما تنطوي عليه من أبعاد فكرية وشعرية وقيادية وإنسانية، منطلقا من الذات في إلى بناء الدولة بإنجازاتها الكبرى الفارقة وإيمانها بقيم الانفتاح والتسامح والتعايش على نحو يمزج الوقائع بالخيال الخلاق. أما جائزة سرد الذهب للرواة فقد فازت بها الدكتورة نجيمة طايطاي غزالي من المغرب لإتقانها دور الراوي الشعبي وفن التقاليد السردية العريقة من المغرب واحتفائها بالحكاية الأصيلة وإشرافها على مهرجان دولي بالرباط حول الحكاية الشعبية. الحضور الكريم، تجيء جائزة سرد الذهب في سياقات مهرجان الظفرة للكتاب، وهنا يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى معالي محمد خليف المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وإلى سعادة الأستاذ سعود الحسني وكيل الدائرة، وإلى اللجنة العليا للجائزة جائزة سرد الذهب برئاسة سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولفريق العمل من إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبو ظبي للغة العربية. في الختام أهنئ الفائزين وأرحب بهم أجمل ترحيب في أبو ظبي، وأردد في هذه الأجواء الطيبة معكم دعاء الأب المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، يعلنون بانت مزونه يسجي الظفرة ويرويها. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور علي بن تميم على هذه الكلمة. حضورنا الأكارم، نشرف الآن بدعوة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يرافقه معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، وذلك للبدء بمراسم تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة سرد الذهب، فليتفضلوا مشكورين. فاز عن فرع القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة 4 أعمال نظراً لما تتمتع به من جودة ومستوى فني متميز، الكاتب عبد الرحيم سليلي من المغرب عن قصته القصيرة زلزال. الكاتب محمود سعيد محمد من مصر عن قصته القصيرة ابن عروس المتاهة والخلاص.
الكاتبة رانيا أحمد هلال كمال من مصر عن قصتها القصيرة ما بين شقي رحى. الكاتبة هدى الشماشي من المغرب عن قصتها القصيرة مرثية العطر والبحر. وفاز عن فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة الكاتبة الإماراتية لولو المنصوري عن مجموعتها القصصية عندما كانت الأرض مربعة. وفاز عن فرع السرود الشعبية الدكتور عبد العزيز المسلم من الإمارات عن مجموعته الحكائية بنات وأقواق وحكايات أخرى الصادرة عن معهد الشارقة للتراث. وفاز عن فرع السرد البصري الفنان محمد حسن أحمد من الإمارات عن عمله الفني السينمائي الزهرة التي لا تموت. وفازت بجائزة فرع الرواة المؤلفة الدكتورة نجيمة طايطاي غزالي من المغرب. أما جائزة فرع السردية الإماراتية فقد كانت من نصيب الروائي جيلبير سينويه من فرنسا عن روايته الصقر الصادرة عن دار غاليمار. قبل الختام نود أن ندعو من على المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، فليتفضل أيضا رئيس اللجنة العليا لجائزة سرد الذهب سعادة عبد الله ماجد آل علي مع جزيل الشكر والتوقير. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، شكراً لأصحاب السعادة والمعالي والحضور الكريم، كما نجدد التهنئة لجميع الفائزات والفائزين على أمل أن نلقاكم في دورات قادمة وأعمال إبداعية جديدة ومتميزة من جائزة سرد الذهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة بنت ظافر الأحبابي.